ربنا لما اتكلم على الكفار وبتاع وقال النار والكلام ده كله، قال حاجة أخطر من دي، قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. شوف المنافق خد منزلة فين؟ في الدرك الأسفل، يعني فدي حتة لازم المنافق بقى ناخدها. تعريفه اللي هو إيه؟ المنافق بقى هو الذي يبطن، يظهر خلاف ما يبطن. يعني قدامك شكل أنت شايفاني شيخ وراجل محترم وراجل كذا، لكن ممكن يكون في باطني شيء آخر، في مصيبة، في حاجة تانية. إذا قسم فجر، إذا عهد غدر، إذا طمن قان، إذا عهد غدر، إذا قسم فجر، إذا تحدث كذب، كل الصفات بقى. فانت ممكن تبقى الشكل اللي قدامك شكل حاجه بقى محترم متدين قوي، ايوه، بس لكن يبقى في الداخل حاجه تانية. شيء ده ما يتقالش عليه متدين، انا ماليش علاقه بقى هو لا. اشتغل وبعدين ايه. احيانا ربنا سبحانه وتعالى بيفضح الناس دي، تبص تلاقي فضحتهم. شوفي ربنا يقول: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. شوفي الايه: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر، يا ايها الذين امنوا انما الخمر، امنوا يعني بيكلم المؤمنين مش بيكلم الكفار، لا بيكلم يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام والرجس والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ما هو فاجتنبوه. بيكلم المؤمنين وبيقول لهم ما تعملوش الكلام ده كله. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم، وهو بيكلم المؤمنين بيقول لهم ما تسخروش. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، وهو بيكلم المؤمنين. صحيح. ما قالش ايها الكفار، ده بيقول المؤمنين. طيب، فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ده بيتكلم على الخلع، احكام الخلع. يعني واحده خلاص كرهت جوزها ومش طايقاه، وهو مش عايز يطلقها، بيحبها وعايز يكمل معاها وبيحبها فعلا، بس مش قادر، وهي مش قادره تكمل معاه، خلاص تفتدي بقى نفسها. ودي زي الست اللي راحت النبي عليه الصلاه والسلام وكان جوزها ماشي جنبها، خلاص ردي عليها، ادي له حاجته خلاص ما دام. الا تراجعيه؟ بيقول لها تراجعيه، هو عمال يعيط وماشي وراها وعايز يرجع. قال: الا تراجعيه؟ قالت: يا رسول الله، امر ولا شفاعة؟ يعني انت بتأمرني ارجع ولا بتشفع؟ قال: ان انا اشفع، انا بتشفع بس، يعني لو انت عايز ترجع له ارجع له. قالت: لا حاجة لي فيه يا رسول الله، اني ابغضه، انا خلاص ما بحبوش، بكرهه. وده حاجة واردة عادية جدا، انك واحد يكره زوجته او واحد تكره جوزها عادي. فحصل ده، قال لها خلاص ايه، اذا نردي عليه. طيب، بعد الطلاق يا فضيلة الشيخ، ايه الحاجات اللي ما ترجعش؟ يعني واحدة عايزة تعمل خلع، هل بس متجوزة بقالها سنين، هل ترجع الشبكة؟ هل ترجع يعني المؤخر، الحاجات دي، ولا دي خلاص؟ هي خلاص دي، هي بتبقى الشبكة بتبقى جزء، إن كانت جزء من المهر. هي مش، بص خلينا فاهمين حاجة، المهر ده ما بيرجعش لا بالخلع ولا بدون الخلع، لأن المهر حق الدخول، المهر حق الدخول، حولها من إلى، فخلاص دي ملهاش حضرتك، ملهاش عوده. بتاخد المهر الاول، دي نمره واحد بعد كده، لكن هي بتتنازل عن النفقه اللي هي بتاخدها عند الطلاق، اللي هو مؤخر الصداق اللي كان مكتوب مثلا. دي في حاله الخلع، في حاله الخلع خلاص، انما مش في حاله الطلاق. لا، اللي هو الطلاق بيقول لها ابريني. ما هي لو راحت، ما هو خد بالك، الخلع والطلاق على الابراء واحد زي بعض. بس الفرق اجراءات قانونيه. يعني لما تقف قدام المأذون فبتقول له خلاص انا ابرته على الطلاق عشان يطلقها، فهي كده اخذت ورقه الطلاق منه. انما الخلع بتاخده عن طريق المحكمه، وذلك عند الشخص الذي يعني يناور ولا يريد ان يطلق زوجته، عايز يعلقها. فاحنا بنرجع للقاضي في الحاله دي، نقول له طلقني. يعني بترجع للقاضي، القاضي هو اللي بيطلقها.